اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا معاه، تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والتطورات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وخصوصا ان الجدير بالذكر ان من دقائق قليله جدا انتهت اخر تمرينه لفريق النادي الاهلي قبل ما ان شاء الله يسافر الى الجزائر باذن الله مساء اليوم. فاحنا موجوده معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم في مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا في ملعب مختار التتش. هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل ملعب مختار التتش هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة طبعا بالفريق الأول لكرة القدم وكمان الفرق الرياضية المختلفة، لكن في البداية خلوني أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا زي ما أنت قلت يا كريم، الفريق الأول لكرة القدم خاض مرانه الأخير هنا على استاد مختار التتش قبل بقى المغادرة للجزائر استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله. طبعا دي منافسة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هتكون امام فريق وفاق ستيف. يعني خليني طبعا قبل ما اقول لكم عن التمرين واكلمكم اكتر عن التمرين انوه ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كالعاده كان متواجد في النادي، يعني هو عودنا دايما انه قبل اي مباراه مهمه بيكون متواجد في النادي، يمكن كمان ان هو كان موجود من قبل انطلاق المران، يعني المران كان الساعه 10، كابتن محمود الخطيب كان هنا في النادي من الساعه 9 صباحا، ده طبعا عشان يدعم ويشجع اللاعبين ويحثهم كمان على اهميه مباراه يوم السبت. بشكل عام يا كريم ويا نهاوند في حاله من التركيز والجديه الحقيقه كانت الظاهره على جميع اللاعبين في المران، كله عنده هدف واحد. الحقيقه ان كله كمان اكد ان التاهل للنهائي لسه ما اتحسمش، لسه طبعا مباراه يوم السبت مهمه جدا بالرغم من اننا فزنا طبعا برباعيه نظيفه هنا في القاهره، لكن التاهل لسه ما اتحسمش. طبعا بنتمنى للاعبين كل التوفيق. كمان حقيقه بقى ان عندي اخبار ساره لجماهير النادي الاهلي، وهو ان اللاعب محمد عبد المنعم شارك بشكل طبيعي جدا في مران اليوم وتعافى تماما من الإصابة، وبكده إن شاء الله هيكون جاهز إنه يشارك في مباراة السبت. كمان اللاعب عمرو السوليه لسه طبعا مستمر في برنامجه التأهيلي، هيسافر مع الفريق للجزائر وهيستكمل برنامجه التأهيلي هناك، إن شاء الله عندنا أمل كبير جدا إنه يقدر يلحق بالمباراة ويتألق بقى كالعادة هو وجميع فريق النادي الأهلي، إن شاء الله يفوزوا ويحققوا نتيجة إيجابية يوم السبت القادم ويتأهلوا للنهائي ويكونوا على بعد خطوة واحدة بس من تحقيق النجمة ال11. يعني دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلوني كمان أنقل لكم أخبار الألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة اليد. رجال كرة اليد حققوا فوز في أولى مبارياتهم في دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، عملوا حقيقة مباراة كبيرة جدا، يعني طبعا بهنئهم على الأداء الكبير، أنهوا المباراة بنتيجة 48-19، إن شاء الله طبعا يكملوا على نفس الأداء. خلوني كمان أقول لجميع مشاهدينا عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في بطولة كأس الكؤوس بالتحديد في دور المجموعات. يوم 11 مايو الساعة 3 العصر هيكون عندهم منافسة ضد فريق دون بوسكو الإفواري، ويوم 13 مايو هيكون عندهم آخر مباراة في دور المجموعات هتكون أمام فريق فاب الكاميروني الساعة 7 مساء، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا بقى نروح للعبة كرة السلة. رجال كرة السلة النهارده طبعا هيكون عندهم ثاني مبارياتهم من نظام بيست اوف 5 في نهائي بطولة دوري السوبر، المباراة طبعا هتكون امام الاتحاد السكندري، بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يحققوا نتيجة ايجابية النهارده ويعدلوا بقى النتيجة وكمان يحققوا بطولة دوري السوبر. حابة انوه ايضا يا نهواندو ويا كريم ان طبعا هيكون في بث مباشر لمباراة كرة السلة على قناة النادي الاهلي وهيكون في تغطية خاصة ومميزة زي ما عودونا دايما. يعني دي كانت ابرز الاخبار، طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المميزه، شكرا ليكي.